جاهز؟ جاهز. عايز اقول لك حاجه، انا كل سنه اقول مش هاجم حضرتك، بس يلا انا اقرا فاتحه وربنا هيكرمني. لا السنه دي بقى هتتوب. هتتوب. طب عايز اقول حاجه، عمرك قعدت مع حد بيحاورك ومش طايقك؟ انا مش طايقاك من قبل ما نبدا الحوار ده. انا عارفه، ده انا عرفته من ارشيفك السنه دي ومن دخلتك وانت داخله كده، حسيت انت كارهاني فعلا. هو يعني انا عارفه انت بتسلمي كده، انت بتقولي كده، فعرفت انك فعلا كارهاني. بس خلي بالك مش كارهه شخصك، ولكني كارهه افعالك. يمكن يعني انا هنا منك. مش يمكن انا مظلوم؟ هنشوف. وانا مع تحت امر حضرتك. انا اصلا زعلت منك انت دخلت كده، لو سلمت كده عرفت انك كارهاني ومش هتسيبيني في الحلقه ديت. وانا ما بدأ كده اكلم امي، ربنا بيقف معايا. فانا بحس ان انت هتقولي معلش انا كنت ظلمك. هنشوف مين اللي هيقول معلش ومين اللي هيقول انا كنت ظالم او انا ظالم. لا انا كده هقول لك كل حاجه، اقول لك معلش يعني ليك انت، بس انا مظلوم بجد في حاجات. خلاص ماشي. انت مظلوم؟ مش في ده انا عمال اقول ده اسمه سعد الصغير، لو كان اسمه سعد الكبير كان عمل ايه في حياته؟ معروف عن الدكتوره بسمة عبا ان هي حقانيه. طبعا. صح؟ طبعا. وهديك حق الرد وهسمع بمهنيه ويعني كل حاجه. سمعتي حضرتك؟ وكل حقك موجود في انك ترد. سمعتي؟ عشان كده وحق الناس التانيه. لا احنا مش كده، انا مش غلط في حد، انا اقول لك انت ظلمتهم. شوف بقى مين ظلمتهم هيبان دلوقتي حضرتك وانت والجمهور. اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش. طبعا. وانا لو جيت على الولايه في ربنا. جاهز نبدأ؟ جاهز تكون معاكي. يلا بينا يا جماعة نبدأ. اتفضلي. والمصحف ده وكتاب ربنا، وكتاب ربنا، وكتاب ربنا. أنا ما ركبت واحدة معايا ولا خنتك. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. والمصحف ده أنا ما ركبت حد العربية البي إم البيضة ولا العربية البيضة التانية. اقسم بالله العظيم ثلاثة. يا ربي بحق الصلاة صلي دلوقتي. والمصحف الكريم دوت كتاب ربنا دوت، يا ربي لو انا بأكذب موتني كافر، موتني على دين الكفرة اللي هو ليه ملة. يا رب لا ابقى ليا لا ملة ولا دين، اموت كده على جهنم على طول. ان انا يا برلنتي الا ركبت واحدة معايا عربية اللي هي البي ام ولا العربية التانية يا ستي كمان. انا مش هقول لك بيقولوا، بس ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت ايه غلط؟ ايه الكفره ودين الكفره ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ واحد ما تقول. انت راضي عن شكلك كده؟ راضي عن ان الناس تشوفك بالمنظر ده؟ هو الناس شافوني ليه؟ انا ايه اللي نزل دوت؟ حاجه اتسرقت. وبعدين انا بكلم حق يعني انا متهم ان انا سوري معايا واحده وعملت فعل مش كويس في العربيه، فلازم ابرئ نفسي ولا لا؟ بس ده يعني حد يصور نفسه كده؟ ما انا ما يشيل الناس. انت نجم، انت فنان. لا 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 دي ما فيهاش فنان. حد يعمل في نفسه كده؟ دي مش فنان. انت بتظلميني، بتقولي انت كنت لا دي فنان. ما انا ده مش للناس. وبعدين تقول لي اتسرق ولا هي اللي نزلته؟ لا 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 ده اتسرق والله العظيم. ازاي؟ طب مين اللي سرقه؟ انا ما بتساليني انا اصلا مش هعمل ده. مش على موبايلك؟ موبايلها؟ لا موبايلي ده انتوا الاثنين بس؟ الموبايل ده على طول بيتخرق بيزول كده بيتسرق على طول. يعني اللي حواليك يعني قصدي ربنا ربنا يعني. بس انا منزل ده مش معقول انزل ده للمشاهدين. انا واحد انا بكلم حضرتك ما بيني وبين بعض، ممكن اقول اي حاجه بتاع. ومش هي اللي نزلته؟ لا 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 طبعا مش هي. فاحنا بنقعد نشتم يعني مع بعض. اخت راحتي ما هو مش اول مره تنزل لك حاجه زي كده. لا لا انا على طول يعني في واحد يعني صالح واحده يقول لها انا كافر؟ لا 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 ما بقولش انا كافر. لا لا ما ينفعش اقول كافر. بقول لو انا عملت ده اكون. مش بتقول دين الكفره؟ لا مش دين الكفره. هو في حاجه في الدنيا اسمها دين الكفره؟ مش عايز اسمها دين الكفره. ممكن اكون لساني مش عارف اتكلم. لكن بقول لو انا عملت كده اموت كافر، لان ما حصلش مني الكلام ده خالص وما عملتش حاجه في العربيه مع حد. بس ده مين انت حضرتك لو جوز حضرتك مع بعض وبتحلف ده انا ممكن اقول اي كلام اي حاجه، لكن مش ذنبي. انا لا هقبل اني اعمل كده ولا ان جوزي يعمل في نفسه كده، ولا عمري اوصل لهذه المرحله، ولا حد في الدنيا ولا اي واحده طبيعيه ترضى بده. بايه؟ انت بتهين نفسك هنا. انا ما بيني وما بين حد. بص شوف ايه المشكله ما بيني وبين حد؟ مش للجمهور دوت.
حد حواليه بقى سرق ونزله. مش دي مش ده فيديو وانت اللي لا فيه؟ لا مش منزله انا، مش منزله. كلمني على حاجه نزلتها. طب ما رفعتوش ليه؟ ما يعني ما رفعتوش، ما نزل اترفع من زمان. ما هو بعدها اتشال، ما بعدها اتشال، دي مشكله بعدها اتشال. طيب مش انت اللي منزله صح؟ اه. طب سرق. انت ما سالتهاش انت اللي نزلتيه ولا لا؟ لا ولا ده ولا ده، لان انا قعدنا بعدها عرفنا مين اللي نزله، اتسرق وخلاص. بس مين؟ حد خربنا بس، حد من معايا اللي شغالين معايا خلاص مش كده. وجي قال لي وبتاع وسامحته وخلاص الموضوع انتهى. مش كده يعني عايزنا اصدقك؟ اه والله صدقيني موجود على فكره معايا هنا في الاستوديو. اه والله. يا سلام. اه والله. وصالح لا طبعا. واضح انه شخص امين عشان كده مخليه معاك وملازمك على طول. لانه إيه انا بسميه اللي هو عبيط، فحد قال له خلاص. هو كان غصب عنه فعلا. دفعوا له فلوس يعني؟ لا لا ده حد قال له وري الموبايل ايه اللي وبتاع راح. فما جينا نلحق قلت له اديته لمين؟ قال لي اديته لفلان. طب ابني اديته له ليه؟ قال لي لا كنت عايز اشوف حاجه بتاعت انت عايل عشان تعمل كده؟ فاداه له. مين فلان؟ حد واحد شغال معاك برضه؟ لا ما هو اللي ولا خد... واحد منافس معاك في لا الطرف؟ لا مش منافس، ده حد كده بقى في الغنى يعني. لا لا في الطرف خالص، هو حد يعني تبع العيله يعني كده، وخده رفع خلاص عشان اوريه لمراتي يعني وبتاع حاجات يعمل مشكله. ام محمود؟ اه ام محمود. ام محمود هت... تعمل مشكله في ايه؟ دي ام محمود شافت اللي ما حدش شافه. على العموم هنروح لها بعدين. يلا يا باشا.